قبل ما أبدي القصيدة تعودت، وقبل ما أبدي الكلام أذكر المهدي إمامي، وأوقف جلالا إلى وقفة قيام، وإيد حطنها على راسي، وإيد حطنها على راسي بكل وقار واحترام، وادعي للباري عجل بالفرج لاخر امام، والتفت لارض المدينه بشوق وبلهفه وهيام، وللنبي ابعث تحيه وابعث الآل السلام السلام، وحتى حصن جسمي باكر بالقبر لما ينام، وحتى بذني لا يوسوس ابليس واعوان اللئام، وحتى اعمالي تقبل من صلاتي ومن صيام، بالصلاة أبدي كلامي، بالصلاة أبدي كلامي عن نبي وآل الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الله فيكم، أسعد الله أيامكم، وإن الله إن شاء الله نبدأ بقصيدة باللهجة الخليجية، والخليجية يعني هم العراقية، وبعدين إن شاء الله نسترسل لباقي القصائد. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ربي صلي وزد وبارك على محمد وآل أحمد. يا رب صلي وزد وبارك على محمد وآل أحمد. يا رب صلي وزد وبارك على محمد وآل أحمد. يا رب صلي وزد وبارك على محمد وآل أحمد. بعد يا رب صلي وزد وبارك على محمد وآل أحمد. كل دقة قلبي يهتف يا ربي صلي وسلم وزد وبارك على نبينا حيدر ولينا، ملك النجاة يتركها حالك، نور الهداية خير البرايا، نور الهداية خير البرايا، قلبي باسمهم يا رب تهجد. يا رب صلي وزد وبارك على محمد وآل أحمد. بعد يا رب صلي وزد وبارك على محمد وآل أحمد. أم الوسيلة لا مستحيلة يتخذها ترجع لي مطلب، وصلى مرة دمة غفرة ما تبقى دارة من ذنوب يا رب، خاسر حياته ليبتر صلاته، خاسر حياته ليبتر صلاته، ما بيها يذكر آل المؤيد. يا ربي صلي وزد وبارك على محمد وآل أحمد. بعد يا ربي صلي وزد وبارك على محمد
مركب نجاتي حسن إمامي روحي وغرامي وعلى الحسين الحب نجاتي خير البرية هم الهوية خير البرية هم الهوية إلا ونريدك يا رب تشهد يا رب صلي وزد وبارك يا رب صلي وزد وبارك على محمد وآل بعد يا رب صلي وزد وبارك على محمد وآل محمد اي ادعي ونادي زين العبادي صلي عليه وسلم يا ربي والباقي ربنا حبا جذبنا والصادق اللي نور لدربي وعلى المظفر وعلى المظفر موسى بن جعفر وعلى المظفر موسى بن جعفر وعلى الرضا بدينك تأيد وزد وبارك على محمد وصدق وعليها وين الشباب رب صلي وزد وبارك على محمد وعليها اي كعبة مرادي باب الجوادي صلي عليها سامع صلاتي وعلى الأطايب من آل غالب العادي مركب نجاتي وعلى المغيب مهدينا يا رب وعلى المغيب مهدينا يا رب جمرة غيابة يا ساعة براد يا رب صلي وزد وبارك على محمد وزد وبارك على محمد وآله يا رب صلي على محمد وآله مجدنا ارتفع بالعترة وسامي السامي يعني السمو مجدنا ارتفع بالعترة وسامي وسامي وسامك يا المحب منها وسامي الوسام اللي على الصدر شايفين الضباط كل ما يشاركون بالمعارك كل ما يعطونهم أوسمة مجدنا وانت كذلك كل ما تشارك بالاحتفالات اكو وسام على صدرك تخفف الصدر شوية يا عمي ارجوكم شلون كان الخطيب يتكلم خليه مثل ما كان انا عندي صدر انا عندي كو انا عندي علي شوي صوت خفف الصدر تكفى تكفى هذه خليجية اكفر مجدنا ارتفع بالعترة وسامي وسامي وسامك يا المحب منها وسامي 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 صور إلنا بدفاترهم وسامي صور إلنا بدفاترهم وسامي وسامي عليها موقعة الزهرة الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد تعيد اعيد لك مجدنا ارتفع بالعترة وسامي وسامي وسامك يا المحب منها وسامي 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 صور الا بدفاترهم وسامي وسامي عليها موقعة الزهرة لنا عسى هذا الجود يا رسول الله عساه لنا جودك سيدي أضحى عسل
وليكم عسن جودك سيدي أضحى عسلنا بسقر كل من يعاديكم عسلنا عسلنا عسلهم فاسد وطيب عسلهم فاسد وطيب هم هلد واحنا من الزكية هم هنا على راسي على راسي استاهل على راسي جودك سيدي اضحى عسل بسقر كل من يعاديكم عسلنا عسلنا عسلهم فاسد وطيب عسلهم فاسد وطيب هم هنا واحنا من الزكيه بارك الله فيكم أسعد الله أيامكم حقيقة أنا سعيد بوجودي معاكم وإن شاء الله عزيزي عزيزي شيعتنا خلي على ليفل واحد أنا اكفر شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا هذا هو يوم الفرح نعم قبل يومين كان عندنا مجلس للإمام الكاظم عليه السلام وكنا حزينين في ذلك اليوم ثاني يوم كان عندنا المبعث النبوي وكنا سعداء بهذه المناسبة نعم المبعث النبوي ودائما مجالسنا عامرة بالصلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات صلوات على المصطفى هادينا صلوات صلوات على المصطفى هادينا للدوم يبقى سالب موجب الحب الطبعة واللي يحبك ناجح والعمر كله فالح معروف هذا واضح والزين طابع نبعة والأصوات والأصوات أظهرت كل ما بينا صلوات صلوات على المصطفى هادينا وصوتك صلوات صلوات على المصطفى ويا الذي نقدونا صدقنا ما حمونا وافين لك يجرون بعبد من واقعيها الله علينا الشاهد بالعشق رقمك واحد الله علينا الشاهد بالعشق رقمك واحد ظل الأبد متصاعد أحبابك وتدريها إضاءات إضاءات أنوارك مضوينا صلوات صلوات المصطفى هادينا وصوتك صلوات صلوات المصطفى هادينا صلوات صلوات المصطفى هادينا بعد صلوات صلوات المصطفى هادينا صلوات صلوات المصطفى هادينا حروفك إذا نقرانا مثل الشمس للقمر
محمد حبك بصدرك ضمك بالبال عايش يمك والاسم مو مثل اسمك اسم ابنا باسمك سمى بينا تعيش حروفك وكل دقيقة نشوفك بينا تعيش حروفك وكل دقيقة نشوفك ما نقدر احنا نعوفك ما نقدر احنا نعوف هالعش بينا ينمى السماوات سماوات تشهد يا طه علينا صلوات صلوات على المصطفى هدينا وصوتك صلوات صلوات على المصطفى هدينا 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 حبيب اصواتنا المسموعه حطينا لك موسوعه وسط القلب مطبوعه والحبر دمنا الجاري تاريخ حبنا مسجله نبقى نضحي لجله شخصك يا غالي نجله مفعول حبك ساري ويا الدم وجروانا الحب نصرت عنوانا سبحان من سوانا والكون كله داري كرامات كرامات في ثانية تراوينا صلوات صلوات على المصطفى صلوات صلوات المصطفى هدينا صلوات صلوات المصطفى هدينا صلوات صلوات المصطفى هدينا صلوات صلوات المصطفى هدينا وين صلوات صلوات المصطفى هدينا صلوات صلوات المصطفى على المصطفى هدينا صلوا على محمد وآل محمد ثلاث بأعلى أصواتكم الخير بفضل من حبكم وصلي صلي وصوم أنا بهدايتكم وصلي 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 يا رب اقبل مساعينا وصلي على الهادي وعترته بهاي المسيح صلوات صلي على محمد وآل محمد نخيتك يا علي وعيني ترابك أنا ما أنختر لغيرك ترابك فقط أمير المؤمنين نخلتك يا علي وعيني ترابك ترابك أنا ما أنختر لغيرك ترابك ريحة مسك والعنبر ترابك ترابك بترابك أندفن وانت عند الزلم محمودة تلقاها بعلي صحيح لو لا الجماعة شجعوني قالوا يوم السبت عندكم احتفال الأقمار أقمار كربلاء الحسين سلام الله العباس والسجاد سلام الله أقمار كربلاء أنا أطلع من دير بون وما أقرأ شيء للعباس كل خصلة اللي عند الزلم محمودة تلقاها بعلي صحيح لو لا التقوى الزهد الشجاعة الكرم الكرم العلم كل خصلة اللي عند الزلم محمودة تلقاها بعلي ودام تلقاها بعلي أكيد بالعباس موجودة لو قلنا الوفا ترى كل الوفا سنوا ركع يم قطعة زنودة قنص سوى الوغى عباس كان رايح مقناص نعم يقنص بالناس قنص سوى الوغى عباس وهو صار صايودة الأساس للساس لو مساس ما تعلى بناية ولا على نبراس كل شي بمعدنه ينقاس الذهب أصله ذهب
والحديد اصله حديد، وصل النحاس عباس، وصل النحاس نحاس. وقالوا عمي ترى العرج دساس، اذا كان الاصل والمعدن علي مو عجبه من علي يطلع العباس، مو عجبه من علي العباس. اصل المحبه الكرم، واصل الاخوه احساس. عندك اخو ما شايفه تحس باخوته؟ لا ما شايفه. يقولون عندك اخو مولود بالصين تحس باخوته؟ لا. لكن واحد متربي وياك، لا من امك ولا من ابوك، متربين ويا بعض في المدرسه، تقعدون تاكلون تشربون، تحس باخوته. لا سمح الله صار في شيء تتضايق. الاخوه احساس ترى. ركز معاك. اصل المحبه الكرم، واصل الاخوه احساس. من شال راسه تسقف ثق الفخر للساس. اذا ماكو ساس هذا مو كفو يشيل راسه، طيح على الارض. اصل المحبه الكرم، واصل الاخوه احساس. من شال راسه السقف ثق الفخر للساس. صح القلب منجرح، بس هذا مو مقياس. النخو من ينجرح ما يشتكي من الفاس. ينقاس بيك الذهب مو بالذهب تنقاس، ينقاس بيك الذهب مو بالذهب تنقاس. الخوة مو بالعدد، الخوة رفعت راس. يوسف اخوته 11 وحسين بس عباس. اصل المحبة الكرم تستاهل، واصل الاخوة احساس. من شال راسه السقف ثق الفخر للساس. صح القلب من جرح، بس هذا مو مقياس. النخل من ينجرح ما يشتكي من الفاس. ينقاس بيك الذهب مو بالذهب تنقاس. الخوة مو بالعدد عمي، الخوة مو بالعدد، الخوة رفعت راس. يوسف اخوته 11 وحسين بس عباس، وحسين بس عباس. وسلامتكم، صلوا على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكروا علي العبادة. نرجع مرة ثانية لأمير المؤمنين، لأبو الأئمة عليه السلام. اسألوني قبل أن ياب الحسن، عندي يا مولاي بعض الأسئلة. وهو اللي قال سألوني قبل أن تفقدوني. أكو كفو غيره يقول هالكلام؟ أكو أحد كفو غيره يقول سألوني قبل أن تفقدوني؟ ركز معايا اللي قاعدين هني تدرسون علم وعلوم، شوف المعادلة. اسألوني، هو اللي قال اسألوني قبل أن ياب الحسن، عندي يا مولاي بعض الأسئلة. الواحد بواحد إذا ضربه شو يصير؟ واحد ضرب واحد، واحد رياضيات معادلة. اسألوني قبل أن ياب الحسن، عندي يا مولاي بعض الأسئلة. الواحد بواحد إذا ضربه شو يصير؟ غير واحد. شو غلط بالمسألة؟ أنت كل واحد تضربه بذي الفقار، اثنين يا مولاي يطلع حاصلة. هم حميم، انت باء البسملة. هم معادلة، هم معادلة. انت سيفك نار يسقيهم حميم، انت باء البسملة، والما قراك تصير سم الله الرحمن الرحيم. ربنا اول ما خلق دنيا الحروف، اول ما خلق الله سبحانه وتعالى دنيا الحروف، الف لام ميم، الف لام راء، الف لام كاف، ها يا عين صاد، نون، ياسين. أول ما وعلم آدم الأسماء كلها، أول ما خلق ربنا، أول ما خلق دنيا الحروف،
النقطة أول ما خلق ثم يلي، وعلي النقطة التي في البسملة، يعني كل ما خلق ربك علي. هذا مو يعني وجد قبل الرسول، مركز معي لو لا عشان الجماعة، هذا مو يعني وجد قبل الرسول. الرسول القلم بيكتبوا علي، بماي تتوضى الخلق عند الصلاة، مو يجي بماي تتوضى الخلق عند الصلاة، ومن يصلي الماي يتوضى علي. من يصلي الماي صلى على محمد وآل محمد. على قصيدة طويلة بارك الله انت أعد. اللهم صل على محمد وآل محمد. للشاعر عمر فاروق المدراوي نص أتى فيها الأتى وفي حديث لا فتى إلا علي وفي الكتاب فلترى بعد النبي يا ترى من الولي من الولي ومن تزكى راكعا غيرك يا نعم الخليفة أنت الولي للذي قد بايعوه في السقيفة وفي الصحاحات جميعها أتى نص جلي من
العجلة مولا علي مولا هو العجلة مولا سوى زوج البتولي أشهد أن ابن أبي طالب مولاي وذخري وهو إمامي وشفيعي ومغيثي يوم حشري من الأعلى مولاي للشاعر عمر فاروق البدراوي. اي نعم عمر فاروق البدراوي. فلتشهدوا يا قوم قد آمنت بالله الأحد وبالرسول. أشهد أن ابن أبي طالب مولاي وذخري وهو إمامي وشفيعي ومغيثي يوم حشري من الأعلى مولى علي مولى ريح اياديك ريحهم ما يخالف شوي ريح لو ان عبدا اتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل ووالي. القصيده هذه شفتها مكانين. اكو مكان مكتوب لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي، يعني أحب وود كل نبي مرسل وولي. مكان ثاني لا، مو بس ود، لا موضوع آخر. مكان ثاني مكتوب لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وفاق كل نبي مرسل وولي. لهالدرجة ركز معاي شوف موضوع القصيدة. لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل ووالي وصام ما صام صواما بلا ملل وقام ما قام قواما بلا كسل يكسو اليتامى من الديباج كلهم ويطعم الجائعين السمن بالعسل وطار
من البلل وحج ما حج من فرض ومن سنن وطاف 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 بالبيت حاف غير منتعب ما كان ذلك يوم الحشر ينفعه ويكشفون المزور. انتبه ترى. هناك سيطرة تفتيش منصوبة على المعبر. وعيب بلا جواز تروح ويكشفون المزور. يا هنيال الجواز بختم المرتضى. يا هنيال الجواز بختم المرتضى. انا عمي لما اروح البصرة واقرا لهم هوسات الشباب يوقفون يجود بالنص. يعني تفتكرون هنا اقل من بصرة يعني؟ وين الشباب وين الشباب وينهم؟ هناك سيطرة تفتيش منصوبة على المعبر. والله اشيل لك عقالي اذا هوست بالنص. عقالي راح اشيل لك الغفرة. لا طبعا. هناك سيطرة تفتيش منصوبة على المعبر وعابب لا جواز تروح ويكشفون المزور. يا هنيال الجواز بختم المرتضى حيدر. ما هو صوتك؟ يا هنيال الجواز بختم المرتضى حيدر. يا هنيال الحيدر ما بين هنيال هناك بالمعركة يبين من هو الفارس من هو البطل ومن هو ال... الفارس بالمعارك تقرأ مقياسه واحد رافع الهامة وواحد نكس براسه. هناك بكربلاء المظلوم يحكي ايش سوى عباسه. هناك بكربلاء المظلوم يحكي ايش سوى عباسه. ها ها عباسه ها ها عباسه ها ها عباسه ظل يحسد بيهم. عباسه ظل يحسد بيهم. يا اللي عندك سؤال
كيفك عمي؟ تعال لك تعال جنب خذ تعال فور دمي فور دمي على كيفك انت حساوي اشوف يهوس بالغلط تقعد ما ماشي مع الايقاع اوه لو في اثنين ثلاثه من اهل الناصريه يهزون المجلس هز وينهم وينهم اي قاعد قاعدك مكانك اقعد عمي اقعد ما شرب قطره بن حيدر وحق حيدر ما شرب قطره ما قرب واحد الحده والله احلف ما قرب كان شال الدجلة بيده وكض على نهر الفرات وجاش الاخشر طول العرب كان شال الدجلة بيده وكض على نهر الفرات وجاش الاخشر طول العرب عمي بس زينب وقفت قدامه بس زينب وقفت بارك الله فيكم أسأل الله تعالى لكم العافية أختم المجلس ما أدري متأخرين ولا مو متأخرين لا أخذ وقتك لحظة أنت المنظم أكون منظمين قاعد سامحوني ترى أنا هذا طبعي بالأفراح ودي أفرح الناس سامحوني ترى أنا والله ما أقصد يعني الله يفرح أرجو المعذرة نبغى شيء قطيفي قضيفي قضيفي موال بحري بحري ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اول شيء اعطيكم قصيده للشباب هالشباب اللي قاعدين مبتسمين هذا اخو اسنان مبينه الابتسام طبع اللي يحب من ينلجم جرحه على الوجع سلهم وظن يتالم الجلمود تعرفون الجلمود الصخره اللي كانوا يستخدموها لاشعال النيران تقريبا هذه اقوى صخره يعني ركز معاي اعيد واقول لك بالذات الشباب طبع اللي يحب من ينلجم جرحه على الوجع سلهم وظن يتالم الجلمود بس اللي يحب من اجل اللي يحبه عيب يتالم اللي يحب ابتسم اللي يحب من اجل اللي يحبه عيب يتالم اللي يحب يا ناس خو معروف اللي يحب معروف دايم بالمصايب تقف ومحزم وليلش ما يطولي بعده نجفونه ولا غمض جفن هيهات دايم بالحبيب يفكر ويحلم عندنا ايام واتساب دايم بالحبيب يفكر ويحلم يتيه بغابة عيونه يذوب بضحكة سنونه يتنومس لو يلومونه واذا جبده يتمرعد بالخناجر ما يقول احا صد وجه الحبيب بفخر وتبسم وفا وفا يا اهل الوفا والوفا ما ينحاش بس لاهل الوفا سلم عشق يا اهل العشق والعشق مو بلسان بكل الجوارح كون تتكلم الما يعرف يحب يا ناس خلي وصل لعدنا يشوف عدنا دروس من حبنا العلي الكرار يتعلم الما يعرف يحب خلي وصل لعدنا يشوف عدنا دروس من حبنا العلي الكرار يتعلم علي بدربه مصايب ندري كل احنا وعلى حد المناية وبيه نتشيم يذرينا الوقت بالريح ونرد بغرامك يا علي ونلتم يا سلوتنا يا فرحتنا يا نخوتنا يا غنوة ما نملها بيوم وهي الما يوم ملت رطن شفتنا وريد انشد يا هل تسمع بيوم الكون ياهو القبر داح الباب يتقدم
علي علي المهدك الكعبة إلك جبريل لولا وقمطتك مريم علي ولو ما علي لا دين لا معبود لا قرآن ولا نعرف رسولي وجان حتى البيت يتهدم صلى على محمد وآل محمد دائما لا تبخل بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد علي بسيفك جمعت اثنين سم لعداك علي بسيفك جمعت اثنين سم لعداك ولجروح اللي تحبك يا علي بنسى علي المذكور بالتوراة علي المذكور بالإنجيل بالقرآن عنواني ووصي ومهيوب واجب طاعته فارس علي وضيغة علي علي والناس فيك أصناف منهم سجدوا وعبدوا عبدوا أمير المؤمنين الناس فيك أصناف منهم سجدوا وعبدوا منهم جحدوا وكفروا منهم بعد ما شافوك بالحق صاغ عنك يا علي اعتزلوا ومنهم شيعي يا أبو حسين حبك شاف فرض الدين بيوصل عزيز العلم الإنسان ما يعلم وبعد خلي احكي طق بطق طق بطق هاي عراقية ترى طق بطق وحدة بوحدة خلي احكي طق بطق ما طول وصلت للحق بصوت العامري من صاح ياهو يروح للجنة قال له ما قال العامري وقف قال له قد بح صوتي من النداء هل من مبارز؟ ما حد تقدم وهالأيام هذا يقعد يفجر بنفسه يقول رايح أتقدم مع النبي في الجنة طل وين تتقدم مع النبي؟ تفجير الناس مو هناك العامري قال لك أنتوا النبي مو وعدكم بالجنة؟ خو تعال إذا استشهدت تروح الجنة بعد هو هذا مو أقرب مسافة؟ قال لك قد بح صوتي من النداء بصوت العامري من صاح ياه ويروح للجنة أشو سكت الربع بس الشوارب بدك تتراجف طبعا هذا إذا كان في شوارب بس الشوارب بدك تتراجف وكل من بالعريجة بخوف وتبلعم وانت ما عرفت الخوف شنه يصير قمت لو درعم تشليت لو درعم ومن طاح بطبرتك طبرة الضرغام من بطن العرش رد صوت عاشت يمنتك يا حيدر وتسلم عاشت يمنتك يا حيدر وتسلم ليش نحب علي ها ليش نحب علي والما فهم من هاي عندنا غيرها خلي يسمع ويفهم هاك اقرا تفاسير المذاهب كلها والتاريخ ونشد حصن خيبر من تمنع ما تدرك القوم الراية بيد من طاها النبي سلم بيدك يا علي جانت وبيدك يا علي بيبان خيبر ركت ولانت إسرافيل من جندك ميكائيل من جندك جبرائيل من جندك وانت القائد البيهم يا داحي الباب تتقدم علي علي يا مالك الجنة علي يا مالك النيران علي اللوح والميزان علي بهل أتعلى الإنسان علي الثاقب وما أدراك ما الثاقب علي الساجد علي الراكع علي المتصدق بخاتم علي لولاك كل شي بهالخلق ماتم المر مرغوب يا أبو حسين عند الزلم الزلم يتحملون المر يتحملون الشدايد احنا الزلم المر مرغوب يا ابو حسين عد الزلم والذبان طبعه على الدبق يلتم هذه نهايته المر مرغوب يا ابو حسين عد الزلم والذبان طبعه على الدبق يلتم مسامر صلى على محمد وآل محمد انا ما بدي اطول عليكم قالوا تبون بحري يعني اكو جواب فعلا ترى العراقيين ما يعرفون العراقيين ما عندهم بحري عندهم نهري انت عندك بحري تاكل سمك من البحر هم ياكلون سمك من النهر ما له
شربت وفي سفينة أهل البيت قد ركبت هويتي علوي النهج قد كتبت لا عذب الله لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن لله من حرة طابت ومن لبني وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي ودا أهوى أبا حسن بمواليد شعبان مولد الحسين مولد العباس مولد السجاد وبعد بكم يوم مولد علي الأكبر كذلك وفي الناصر في النصف من شعبان مولد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أسأل الله بمواليد شعبان أن يوفقكم إلهي بمحمد وآل محمد شافي جميع المرضى يا الله إلهي بمحمد وآل محمد وفق شبابنا واستر على بناتنا إلهي بمحمد وآل محمد طالبي الذرية ارزقهم ذرية صالحة موالية لأمير المؤمنين إلهي بمحمد وآل محمد سدد وأيد مراجعنا وعلمائنا إلهي بمحمد وآل محمد عجل اللهم في فرج مولانا صاحب العصر والزمان إلى أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات